انطلقت الدورة الأولى للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي التضامني. المعرض يهدف إلى أن يكون مساحة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاع الذين يستفيدون من دورات تكوينية بالموازاة مع المعرض لتقوية قدراتهم. هي واحد الفرصة للصانعات والصناع التقليديين وكذلك تعاونيات اللي منضوين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باش يعرضوا المنتوجات ديالهم يعرفوا بها. تنظيم الدورة يأتي من أجل تحسين تسويق منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، إضافة إلى تقوية تنافسية الفاعلين في القطاع وتعزيز قدراتهم بجهة سوس ماسا. هاد المعارض كيجيو للتعاونيات يعني مزيان، يعني كيجيو لهم التعرف وكيتعرفوا مع السياحه وكيتعرفوا مع الناس. كاين واحد النقص كبير في التسويق وما احوجنا الى هذه المعارض، حيت خصوصا حنا اللي كنتواجدوا واحد المنطقه نائيه بعيده ما بين المدن، يعني ما قريباش لها المدينه، وما احوجنا هذه المعارض اللي باش نديروا التشهير فيها المنتوجات ديالنا. نسخة السنة تعرف مشاركة نحو 150 عارضاً يمثلون مختلف القطاعات، منها الحرف والسياحة التضامنية وتعاونيات متخصصة في المنتوجات المحلية. الحدث مستمر إلى غاية الرابع من يناير سنة 2023.